قرب من البيت جاي بولدر قلعة خوف على البوكان حنا حابة تشوف الأورو طمعة تجيبو في فلوكا ملعبناش بلي غولات في بحرنا مكسبنا جسكي ياق نهار وسكات الليل في قاب كسبنا دي سي بي سخنا بون كالما حنا في دليل كالمو الرب نسقي بظالما ماشي نخشينا ألمو طلعت خطب واش ليكيب مرحبا بكم الخوت عاوتاني في حلقة واحدة أخرى من سلسلة أرواح نفكرك فلاش باك. اليوم طرك هذا اللي بعتوا لي في انستغرام فوبيا إسحاق اللي ما عارفش انستغرام ديالي نلقاه في أول كومنتير يدخل عندنا وهذه هي فوبيا إسحاق ديدين كلاش 333 تترك هذا فيس درت ليه رياكسيون شحال هذه في 2016 ولا ما عارفش متى تحط هو والله ما بقيت عاقل من عام مي درت ليه رياكسيون دابا دازت عليه 5 سنين تقدر تكون هكا يكون في 16 17 دونك انستغرام تحت في كومونتير اللي بغى الانترو فوبيا اسحاق ديدين كلاش 333 قال لك التراك هذا الصات اللي فهمتي اللي كانوا فيه بزاف ديال التساؤلات وبزاف ديال بنادم يهضر منا وكل واحد منين كيهضر دونك غنشوفوا التراك هذا كاملين كي كان فوبيا مع ديدين ونتمنى انهم يتصالحوا وتصفى الخواطر هذا ما كان وجو سي با شنو واقع في الكواليس بعد 3 جوج واحد نبداو رياكسيو على التراك هذا ليتس جو ديك الساعه تاع ترى يامات الغفله الصات خبارك هي يامات الغفله كنسمعش الصوت شو دي دين يامات كان وا صاحبي هاد ليامات عمرهم ما يتعاودوا اللي معايا يقول لي لتحت الصات هاد ليام عمرهم ما يتعاودوا الصات دي دين كلاش فوبيا هنا فين بديت نعرف الراب دي زاد هنا فين بديت ندخل ونشوف الراب دي زاد واللعيبات فهمتي الصات فتيات القوة ثلاثة 33 قال لك في كي استيقظ الشيطان دوك المكعبات والقهويين كل واحد واش يقول الصاد قال لك عاوتاني هاد المثلت هذا راه رمز من رموز الماسونية وبزاف حوايج غنهضروا فيهم في الطراك هذا زيد كا عار زيد 33 استيقظ الشيطان يا ودي والله يرمتوما وحدكم شوف كتحس بالهيبة صاحب شوف اش كانوا بجوجهم فهمتي 20 مشاركين الملح مشاركين كل شي فوبيا والاخر ويلي ويلي فوبيا وديدين كانوا مشاركين كل شي يا صاحبي وهذا يمشي لدارهم اكثر 10 اكثر 10 فراب دي زد وقيله بانت لي هي هذه ديال فوبيا وديدي تراك هذا السات راه كان شي حاجه ما يمكنش كتلصق في الراس ديالك حبوش رجال كانت 33 شتي هادي ثاني قال لك راه من رموز الشيطان هذيك كيتاش كاين واحد الديانه يعبدوا الماعز ولا ما على بالك حبوش رجال نيت في الماسونيه 33 هاي ديك الشاكي دار هكا كونوا نحسب باش نعمك شوني في الطيق تبوح بسري تمنت وهادو كاع العفايس اللي وراهم هادي في امان الله الدراري صغار راهم يلعبوا في ديك البلايصه ديك جو سي با ديك واش حديقه ولا مالا شافوا فان لي فان تاع راب دي زيد ما سوني كل ليله يزورني هاي ليك هاد العيبات هادو هادي هادي ثاني هي بسري تمنت لاقاو كحل سمانه هادي ثاني هاي ليك برد قوي تكمل قمرها بنادم يهدر باش يهدر الصاد مشكل البوم يعوي قباض الروح سبني قبل يما العزيزة نموت زوج خطرات لو كان ضروح ايما القوي فيه شك يكفي تفكر كل يوم يا ما تدو بلساني فتنا صغار والفتنا المنطق فتنا نقلي فتنا اسمع اسمع لي هادي اسمع لي كيفاش تبدل الصوت ديالو يما العزيزة نموت زوج خطرات لو كان ضروح واحد ايما القوي فيه شك يكفي تفكر كل يوم يا ما تدو بلساني فتنا صغار والفتنا المنطق فتنا
كنا نقلب نبس الويسكي يسكر واسترجع للويسكي دخلك باقا سلا وبراقا دخلت باقا قم يا مات الساط يا مات ويا مات الساط هاد الايام عمرهم يتعاودوا يا ريت يتصالحوا يا ريت يتصالحوا فوبيا وديدين اللي كانوا كيشوفوا هاد الرياكسيون هذا نتمنىهم يتصالحوا. البارح كدرت على محميلانو كومونط علينا الفنان الكبير بوليفان وكومونط علينا الهاشمي ثاني اللي خدم اليوم تحياتي لهم. ومهم الناس اللي كاينين في الكواليس كومونطاو لينا وشجعونا شكرا لكم. شي قولي سميتو ماشي اول مره غادي تصرا لي شحال من خطره شحال من خطره صات فهمتي فهمتي كيعجبهم داكشي اللي كدير كي سيبورطيوك وحاجه كبيره هادي الصاط والله تحياتي لهم. حبوش رجال حبوش رجال حبوش رجال حبوش رجال حبوش رجال شتي الكوبلي تاع فوبيا شوف كيفاش غيدخل ديدينا الصاط شوف كيفاش غيدخل اسمع اسمع شيطان موكوزا جاك طاليا لامورا هنا طفات لي لامبورا بيسبولا وبيسبولا خطرو ناسو فاتكاسو طفاهم فاسو حرم نعسو ديسيني لك موناليزا بلا بانسو على بيكاسو ناري ناس السطر غلط في خبارك انا غلط واقعيلا قولوا له بلي الموناليزا ماشي تاع بيكاسو مي فهمتي فهاد الايام هادو بالك ما كانش عارف ولا بصح دي دينوار ما شكون كلاشه بها هادي قالوا في واحد تراك قولوا له بلي الموناليزا ماشي تاع بيكاسو بودكاسو تفون فاسو حرم نعسو ديسيني لك موناليزا موناليزا بلا بانسو بلا بانسو داك ليك موناليزا بلا بانسو على بيكاسو علاش تحير خوسي على بيكاسو قولوا له الموناليزا ما هو صافي خلاص واقيلا عرف انا في 2023 غيكون عرف واقيلا الموناليزا ماشي تاع بيكاسو بصح ديدين شي كوره الصاط موناليزا بلا بانسو على بيكاسو علاش تحير خوسي لا بي حس كبير شي كور كيفاش الله اعلم مهم شيكور داكشي صاحي عشلي قاسا قسك بواحي ربي اطلاق اسمع اسمع ربي صاحيك وصاحي الو 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 لحقوها اللي قالو حنا ما درنا والو هات البومة والله كاب سمعتي هادي اسمع 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 لحقوها اللي قالو حنا ما درنا والو هات البومة والله كاب دس دس بيك اولي دوزا ويسكي كانجا كوكايين بسطا بوطا والله غير كان بزاف واعر شيكور فاش كانوا كيتلاقاو بجوج شي حاجه بزاف سمع 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 لحقوا اللي قالوا حنا ما درنا والو هاج البوما ولا كانو هاجت لا بوما ولا كانو دس دس بيك اولي دوزا ويسكي كان جاكو كاين بس طبوطا بوينو جيب لي قلبك حال ما يغوي الزين بالحلوة جات لاصقة لاصقة ياك جات لاصقة هاي بدات تطلع هاي بدات تطلع عديدين هاي بدات تطلع فكرتيني في داك اللايف كي قال لهم او شاهينو هاي بدات تطلع هاي بدات تطلع شاهينو شاهينو هاي بدات تطلع يارا يا يارا اني لاصق اني لاصق يا دس دس بيك اولي دوزا ويسكي كانجا كوكايين بس طبوطا بوينو جيب الليل قلبك حال ما يغوي الزين بالحلوة جات لاصقة وتناص باب ويطا بنت جات موني مطا وسطوها بواطا بيستا بيدري ايش على زوفا يحب لها كان الرفران ميمكنش هاد الرفران كيبقى بين اس بين الاساطير ديال لي روفران فهمتي كيفاش الله اعلم. المهم احسن روفران كان عجبني في ديك البيريود وي واد في ديك البيريود اسمع اسمع ماما شو دم فيك نخمم حبوش رجال حبوش ما يحبوكش راجل يا ما يحبوش رجال يا حبوك تموت شريك يحبوك تموت وليد حامتي يا ليام شوف قال ديدين وفوبيا دو صحاب الرجله يلا بداو تيقولوا عاوتاني فهاد وشوفوا امتى قالوا هما فوبيا وديدين حبوك تموت وليد حومتي تحبوك شرا ما يحبوش ترجع حبوش يا مامي دو يحبو ما يحبوك شريكي ما يحبوك حبوش رجال حبوش رجال هاجت لا بوما ولا كانو يا ليام يا ليام شاف شاف شاف
قال فيك نخمم بابا ماما سيتا فيك نخمم بوري فيدا الصلوبية تمناهم انهم يتصالحوا بالروج ولا ياك بغيتهم يتصالحوا انا بغيتهم يتصالحوا صراحة فوبيا وديدين انا ما عرفت اذا كان بيناتهم شي حاجة تقدر تكون القلوب صافية وكل واحد شد ما عرفت الله اعلم ما عرفت الصراحة مي دابا لحد الان راه كيبان ليهم قلم غضبانين على رواحهم واحد غاضب على واحد راني غاضب عليك ديدين فوبيا راني ثاني غاضب عليك ما نحكيش ديروا عقلكم صح الدنيا فانيه ما غدي معاك والو تصالحوا صح علام لا كانون سيز دابا كل واحد شاد طريقو راكم كتشوفوا كل واحد والمسيره الموسيقيه ديالو كيفاش غادا المهم هذا ما كان ديدين راه راكم في شفتوا كيفاش غادي وفوبيا راه شفتوا كيفاش غادي او غدا ولا ماعرفتش بعد غدا غيحط في لي بلاتفورم وثاني ديدين غيحط البوم ايوا هادي هي كل واحد شد المسيره ديالو ونتمنى ان هاد الرياكشن تكون عجبتكم صراحه اللي جات فلاش باك ديال فوبيا اسحاق وديدين وما تنساوش تصيفطوا لي التراكات اللي بغيتو نديروا عليهم الا كانوا بزاف ديال الناس صيفطوا لي التراك باسكو التراك صيفطوا لي الناس بزاف الا صيفطوا لي الناس بزاف في انستغرام وغنحطوا على ديك التراك اللي غتصيفطوا ليا وهذا ما كان سي سا باش تعرفوا بلي نمشي كي كان الراب راب الصاب وهذا سي سا كانت الرياكسيون ديال اليوم هي هادي نتمنى تكون عجبتكم فلاش باك تساوش لايك ابوني بارطاجيو واش نقول لكم بيس تشالاو هاد اللعيبه ديال تشالاو حنا ولينا نديرها تشالاو